يقول السائل: ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضا أو نفساء في إتيانها؟ يحل له كل شيء إلا الوطئ في الفرج. الوطئ في الفرج قال صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فيحل له أن يستمتع بها وأن يضاجعها وأن يقبلها وأن يستمتع بجسمها ما عدا الجماع في الفرج، قوله تعالى: تزل النساء في المحيض، يعني مخرج الحيض. نعم.